لا تتوقف إيران عن محاولاتها إغراق الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط بالمخدرات، سواء من خلال بوابة التهريب أو التجارة أو الصناعة. وأحدى دلائل محاولاتها هذه ما كشفه تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان من أن إيران تعمل على إغراق سوريا بالمخدرات، قائلا إن ذلك وضعها على رأس الدول العربية المصنعة والمصدرة للمخدرات على اختلاف أنواعها. المرصد السوري لحقوق الإنسان أوضح بأن سوريا أصبحت نقطة عبور لشحنات المخدرات الإيرانية للدول المجاورة والمصدر الأبرز لتصنيع وتصدير مادة الكبتاغون، وهو ما أكدته وكالة فرانس بريس. تقرير المرصد السوري بيّن أن المخدرات يتم نقلها من إيران إلى سوريا عبر العراق من خلال ميليشيات تأتمر بأوامر الحرس الثوري، وأن من هذه المخدرات ما يسمى بالأتشبوز والمعروفة باسم كريستال ميث أو ما يعرف بمخدر الأثرياء، فضلاً عن وجود 7 معامل لصناعة الكبتاغون والحشيش في سوريا، في تأكيد على أن الأسد أصبح يعتمد على تجارة المخدرات في مصادر الدخل الكبرى للبلاد حسب مجلة إيكونومست. أما عن الميليشيات المتورطة في تجارة المخدرات الإيرانية إلى دول الشرق الأوسط، فكشف المرصد السوري أنها تجتمع في كونها التابعة لإيران، وذكر منها حزب الله اللبناني وميليشيا حزب الله في العراق وميليشيا العصائب وبقية ميليشيات الحشد. وتأتي تجارة المخدرات في وقت يشجعها النظام الإيراني متخذا إياها سلاحا لإلحاق الضرر بدول الشرق الأوسط وشعوبها ضمن سياسة طهران التوسعية عبر تخدير شعوب المنطقة.